أهلا بكم من جديد. تقدم المملكة المغربية خطوة إضافية على صعيد المصرفية الإسلامية بإصدار الملك محمد السادس مرسوما يقضي بإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وهو الاسم المستخدم بالمغرب للتمويل الإسلامي، على أن تتكون من 9 علماء دين. وستقوم الهيئة باستحداث لجنة متخصصة تحمل اسم اللجنة الشرعية المالية التشاركية، مهمتها إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. أنا معي عبر الهاتف من الحاضرة المغربية الرباط الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي والنائب في البرلمان المغربي. اسمح لي أن أرحب بك معنا دكتور عبد السلام. وإلى أي مدى تشكل هذه الخطوة ربما اكتمال لمنظومة العمل المصرفي الإسلامي الذي أنشئ حديثا في المغرب؟ شكرا لكم والسلام عليكم، وأشكركم أنا بدوري على اهتمامكم بالمغرب وبالمصرفية الإسلامية في المغرب. هذه العدد نسميه الظهير في المغرب، ظهير ملكي أنتم تسمونه مرسوم، يعني اختلاف في المصطلح فقط. هذا الظهير الملكي هو يتمم اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة المخولة بالإفتاء في المغرب. هذه الهيئة الآن أصبح من حقها أن تحدث لجنة اسمها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، تتكون من منسق للجنة وتسعة أعضاء سماهم الظهير الملكي العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة عليها. هذه الأوصاف هي أوصاف دقيقة ودقيقة جدا، لأننا نريد علماء متمكنين راسخين وليس علماء هواة وغير عارفين بالموضوع. ولا يمكن لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين أن يصدر ظهيرا إلا بهذا المستوى. نعم. ومن حق هذه اللجنة أن تستعين على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين. وكذلك لها الحق بأن تستشير بأن تستعين بآراء خبراء آخرين غير دائمين. إذا نحن الآن أمام 10 من العلماء الراسخين وخمسة من الخبراء الدائمين. نعم. يمكنها أن تضيف خبراء آخرين دائمين. نعم. لذلك هذه اللجنة لها أدوار كبيرة جدا. أولا هي تصدر الرأي بالمطابقة للأعمال التي تقوم بها البنوك التشاركية أو الإسلامية. كذلك هذه اللجنة من حقها أن يعني تجيز طلب الزبناء البنوك التشاركية لأي عقد جديد غير منصوص عليه في القانون. كما أن هذه اللجنة تصدر تقريرا سنويا عن أعمال البنوك التشاركية ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. نعم، إذن بالتوفيق على كل. وأنا أشكر لك هذا التنوير الضافي حول هذه اللجنة وعملها الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي والنائب في البرلمان المغربي. كنت معي عبر الهاتف من الرباط، شكرا جزيلا لك.